الأبطال. وكأنها في أيامها الأولى عندما طافت مفردة الثورة مدن العراق، فلب الشباب الذي يراد له أن يغيب وخرج معتليا قمم الخوف والقمع ليغير وجه العراق الدامي. هي الناصرية مجددا عاصمة الثورة وقلبها النابض. لم يخفت صوت ساحة الحبوبي، بل كان أعلى من رصاص المهاجمين، لتخرج بعد الناصرية النجف وكربلاء والبصرة وبغداد. وكلما ازدادت القائمة طولا قصرت أيام السلطة، لكن بدا جليا خطأ المراهنين على تراجع زخم ثورة تشرين وتلاشيها بناء على عاملي القمع والوقت. أثبت المتظاهرون اليوم أن مداد حراكهم رصاص السلطة وميليشياتها والأحزاب الفاسدة. لا يبدو أن الأخيرة تتعلم من تجاربها أو حتى تغير نبرة الخطاب المستهلك، فالاتهامات لثوار تشرين لم تتزحزح عن معايير الأمس، والظهور بالوجه الداعي للسلام بات السمة لمن لا يعرف سوى العنف. هادي العامري زعيم ميليشيا بدر المعروفة بسجلها الدموي يتحدث بلسان المحافظ على الدولة وهيبتها، ويتهم ثورة تشرين بأنها كانت تدفع العراق نحو الفوضى. أي فوضى أبشع من تلك التي جاءت بالعامري وشركائه إلى السلطة. على ذات المنوال حاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العزف ليخرج المتحدث باسمه، وهو يصف الفروق بين متظاهري تشرين وجيش المهدي الذي لم يحرك ساكنا عند اعتقال عناصره الذين وصفهم بالسلميين، فيما تظهر لقطات إحراق مقار وسيطرة عناصر ميليشيات جيش المهدي على مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة في النجف وبابل عام 2004. حقيقة من يدعون السلمية والإصلاح. نحن مستشهدين إلى أن يظهر الحق معكم ومعنا، ولكم جزيل الشكر مولانا. المديرية محتلة مولانا، المديرية محتلة حاليا. صراع المفاهيم هو الجانب الآخر من الثورة، حيث يريد المتظاهرون عراقا خاليا من الميليشيات والتبعية والفساد. وترى السلطة أن توفر هذه العناصر هو الضمانة الوحيدة لبقائها